كل واحد من نجوم سفرة يقول لنا على موقف غريب أو محرج أو يخض حصل أثناء تحضيره أو هو على الهوى، موقف غريب أو غيرته الأكلة، أي من المواقف الطريفة اللي انتوا تعرضتوا لها. من هيبتدي؟ توتا. مش كان عندي حاجة كارثية؟ طب توتا أنت أصلا اسمك هدى. هدى بس ما حدش بيقول لك هدى نهائي. ما حدش بيقوله، لو حد جه خبط عندنا على الباب هدى ما فيش حد هنا خلاص هو اتنسى. والله انت توتا. موجود توتا. قولي لي يا توتا ايه اللي حصل في اول يوم في الحلقه؟ اول هوا خدنا اول سيجمنت وبعدين خدنا فاصل ورجعنا. اول ما رجعنا فكان انا لسه مش حافظه اماكن الحاجه قوي، فكان البويلر محطوط. دي اول حلقه ليكي على الهواء؟ اول حلقه على الهواء في رمضان. كانت اول يوم رمضان. فالبويلر محطوط تحت والسلك خارج شويه لبره، وانا مشغله الميه لتر ونص بيغلوا عشان كنت هعمل حاجه في الوصف. فبتحرك من هنا لهنا لقيت البويلر رجلي جت في السلك، فالميه السخنه كلها وقعت، وانا لسه راجعه من فاصل مش هينفع اخد فاصل. طب اصوت هتفضح قوي، الميه مغليه كان لسه الفاصل. فانا قلت طب انا هعمل هتصرف ازاي، فروحت شايله قلع الكوتشي، وانا شايفه بقى كوتشي بيطلع دخان بخار. اكمل طيب ولا اعمل ايه؟ وكملت السيجمنت كله، وبعدين دخلوا بقى بيشيلوا الحاجه والاطباق، فلو بقى ميه كتير في الارض وانا واقفه بالشراب، ايه يا بنتي اللي حصل؟ انا رجلي كلها مفقفقه بقى، انا مش شايفه اروح فين واجي منين. فطب يا بنتي ما خدتيش فاصل ليه؟ ما انا مش عايزه اخد فاصل. طب ما قلتيش لا، ده اول يوم ليكي على الهوا انت كمان، يعني أول يوم مش عايزه تدخلي محرجه. سكت بقى خلاص ما اتكلمتش، كنت ماشيه طول اليوم في القناه بالشراب كده. الجمهور ما شافش اللي حصل تحت، لا انما أنا يعني وقتي كلها كانوا قاعدين بيتفرجوا، يعني الحلقه اللي موجوده مجرد انت بتطبخي عادي عادي خالص، انما انت ملسوعه او شبه محروقه. رجلي لحد دلوقتي تعباني بسبب الموقف ده، بس الحمد لله انها جت. يا حبيبتي الف سلامه. ده اسمها اصابه عمل، ويمكن تاخدي تعويض. انا هتدبح انا هتدبح انا هتدبح انا هتعرف اول ما اخرج من هنا بالموضوع ده. مين تاني عنده موقف غريب؟ انا الديكور وقع عليا. الديكور وقع عليا. ايوه الديكور وقع عليا، بس كان عندي يعني انا كان عندي ثبات انفعالي فظيع، وقلت يلا نطلع فاصل وانا كده. كنت هوا. ما هو اكيد يعني خلال فتره 10 سنين لازم يحصل حاجه. أيوة. يعني كتير كتير، يعني انا ياما اجي اطقش البيضه الاقيها مسلوقه. الاكله بقى بنهمك وارغي واعمل الاقي الاكله ورايا اتحرقت. بس بتتصرفوا عندكم خبره. لازم مره العجانه وقعت برضه. بس هو بالنسبه للتسجيل بقى احسن، يعني اسهل كتير. انا مره الخلاط حطيت فيه الحاجات وشغلت خلاط ضرب في وشي. انا حصلتلي بس لا عشان مسجل مفيش مشكله، لكن مفيش مشكله. بس ايه، قعدوا بقى يشيلوا الحاجات وبتاع خلاص بتغير بقى الملابس وتبتدي من اول وجديد. لا انا مره العجال فضل يتحرك وانا بص عليه وراح واقع على الهوا، واقع يعني ببص له كده. موبايل موفبل. غاده انا صراحه عندي مواقف كتيره على يدي على الاسبوع. ايه الحزن ده ليه كده؟ ايه حاطه كيكه في الخلاط بمنتهى الفخر بشرح للناس، ويا حبايبي وكده الكيكه شفتوا قد ايه سهله وبسيطه قوي، بصوا هناخد بقى اللي عملناه ده، وارفع لك الخلاط في ايدي والخليط في الارض. قاعده ابو خلاط فاضي ما فيهوش قاع بس ولا الهوا. قلت لهم بصوا الخليط وقع، اعتبروا ان الخليط موجود، هناخد من الفيرتشوال ونكمل هنا. الله تخيلي تخيلي. ما خلاص بصي كان نحلة من اللي بنشوفه. ايوه ما هو ما الطبيخ ده فعل انساني قابل للاخطاء. شيف الشربيني انا عارفه مفيش موقف الصعصع عليك، بس احكي لي حاجات حصلت. بقول للناس ده بايركس جميل جدا وبنطبخ فيه وضد الكسر وحاجه جميله جدا. كنت بعمل فيه ورق عنب برياش ضاني. وخلاص بدا يستوي وبتاع، وخلاص استوى فطلعه وراح مكسور بيدي. لما جه في ايدي اتنين قلت لهم بس انا عايز اعرفكم ان احنا بنشتغل على الهوا، ما بنجيبش حاجه من بره. كله على الهوا قدامكم. على يدكم. اتكسر قدامكم خالص. خلاص اتكسر. يعني مجرد الكاميرا ما راحت عني كنت انا جبت البايركس تاني، رحت شايله وسحبوا الاثنين كده. نزل فيه. الحمد لله. ايه تاني من المواقف يا شيف شربين؟ كتير. قولي في حاجه مره اتلسعت اتحرقت؟ اتحرقت شاطت. وانا كنت خايف ان الريحه تطلع على الناس في التلفزيون. انا حد حلت الرز على النار
وبشتغل في حاجه تانية فدي شاطت الريحه طلعت فانا شامم الريحه فانا ببص كده المخرج خاف ان انا ايه ان الريحه تطلع على الهواء باينه رز شعر عادي خلاص شلته من المقرمه ما بزود هنعمل ايه يا فيكو منور مش شغال لي بقى ماشي كده ايه ده الحمد لله الحمد لله الحمد لله طب بقى دلوقتي العجينه بتاعتنا اللي خمرت بقالها سنه قصدي ساعه سوري يلا هناخد دلوقتي قطعة من العجينة هنعمل كده وهنحط طيب طب نطلع فاصل نرجع تاني يلا أهلا وسهلا بيكم في برنامجنا زي السفر زي السفرة ماشي الزبدة ما بتسيحش اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه